أنا وين محسن؟ أنا ديجا توا خرجت من الكوشة. عليك بنص القهوة. مش تعملي كل مرة فيت ما نلقاكش. بين شنو لابس توا؟ مش نجم نعرفك خاطر. ألو؟ 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 تسمع فيا محسنة؟ وش باش يفضها توا؟ أنا فرعون الجن، عليك أن تعبدي، وإن كنت تؤمنين بالآلهة الأخرى، فعليك أن تكفرين بها. اتبعي، سأهديك سبيل الغي الذي تبغي، والحياة الأبدية التي تريد، والحلم الأمريكي الذي تعشقين. فقط، عليك أن تتبعي، وإن كذبونا فقولي، إن للكل حقيقة. من أنت؟ وماذا تريد مني؟ أنا فين؟ والخروج منين؟ بالنسبة لسؤالك الأول، فإني أجبت عليك وقدمت لك نفسي. وأما بالنسبة لسؤالك الثاني فلا يهمك شيئا، ولن تستفيدي منه سوى لديك. أكفري بإلهك الذي تعبدين، إنه لم يوتيك مالا ولا نفوذا منك. أما أنا فسأوتيك مالا كثيرا، فعليك فقط أن تتبعين. لم أفهم القصد أمان، راني ما فهمت والو. ندمت اللي جيت لهنا، وريني كيفاش نخرج. وعلى النهار مبروك. انصتي انصتي واتبعي، هذه غرفتي التحكم. إنا كلما دخلنا إلى قرية جديدة أرسلنا فيها رجالا منها إلى طائفتين من ذلك القوم، وأخلفنا بين كل طائف العداوة والبغضاء حتى يتفرقا، ثم نفضل طائف على الآخر حتى يزداد الكره. وفعلنا ذلك في دعنيه، ووضعنا ذلك في كتبهم، وأرسلنا فيها رجالا صحبا مزيفين يتظاهرون بإيماننا، وكتبنا لهم أجلا، فإذا جاء الأجل انقلبوا وأكلوا أموالهم بالباطل ونهبوه، وكذلك يفعلون. ثم اتهمناهم بالإرهابيين، وذلك ما أمرناهم به، واتهمنا أتباعهم من ذلك القوم الذين صدقوا قولهم بتهمة الإرهاب. ثم إذا ما عرضوهم اتهموهم بالكفر والعصيان والفسوق، وسجنوهم وقاتلوهم واغتصبوا. حينها جئنا لتحرير ونشر السحر والسلام، وهذا طبعا ما نقول. وعرضنا عليهم آلاتنا ومعداتنا المتقدمة حتى ينسوا ما كانوا فيه من قبل، وقلنا لهم تقدم، وهذا بعد ما نهبنا لهم ما يملكون من ثمرات ومعادن. أنتم شعب نعم، ولن ينتهي نموكم حتى تصبحوا أمثالا. وعليهم علي قلت وعليه، فإني آمرك ببث العداوة في قومك أنت حتى ينفر ويفرق من بين دينك، كي ستبدين بالشباب الذين يريدون مستقبلا أفضل. والشباب مثل كثيري المال والبيت، يجب على الفقير أن يكره صاحب المال وأن يكره الغني الفقير، وللفقراء تعلق بالدين فاستعمل. ألا تريدين أن يكون لك مالا كثيرا ومناصب عالية؟
إلا فافعلي ما شئت. ما شئت؟ قلت ما شئت، وإن إي فاعملي ما تومي. قومي بتأسيس حزب اليمامة البيضاء وافتحي قنوات تلفزيون وإذاعية، فإننا نصنع التلفاز ولا الإنترنت إلا لهذا. وستقومين بكتابة مقالات توجيهية لتفريق الشعب إلى طائفتين اثنين من خلال صفحة فيسبوكية، فإن لذلك صممنا. حاضر، لكن أعطيني على الأقل طرف موسخ الدنيا مبل به روحي. هذا مالك ولدي مالي. الو صافي؟ اي هاني عاود تكلمت، استناني متحركش. حبيت نقولك هاي بديت قهوة ونستنى فيك بجنينة اللي بحدات تحت بلاص، خلي ناكل حويجة ومن بعد. الو ايش بيها هيدي؟ السلام عليكم، شنحوالك خويا؟ اهلا بوري، وينك وين صافا؟ والله يا عم تفيا كصافي نستنى فيها عندي نص ساعة وتو ولا جيت. ميساش. اهلا، صار انت هني؟ انا قلت مشي وخليني. رياض اش تعمل هون؟ مش عادكم دربي متاع الترجي ولا شنو؟ سنتي مزيد حبي فيكي؟ والله ما نكلوكم الليلة ريال مدريد تقول عادي تسوى كثمانية اللي بش خافوا منها ييجا هناك بيهينا نشليكم تعوى شبيك انت عادي؟ شبيك عالترجي؟ شبيك انت عالترجي؟ شبيك انت شبيك هبط ألو جيزي يا حيث طويلة بتعليقنا قل لي انت ش عامة عواطف شنو نعرفها وحدة تموت على الفرنك وخط يكفر تي امها وبوها ملحمها ودمها بيعتهم على خط الفلوس تي ليه الفلوس حرامة تي وحدة رهدينا مفتش معجبك فيها تي كيف انت كم دنيتها لجهنم جمع براس فقسية ما فهمتش بيك بيه يا خليك كلمني حتى اي طوالتي كتجيك الفرصة باش تنصر دينك وتنشر الصلح والأخوية باش تقول لي تتشوف كل العريق والقري وقلت لحي هذاك الوجب مش تخايل انت قولي عندك تطبيق تيليجرام على جوالي تاعك اسمع اخي تقيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عسلامة حبيت نسألك لك بما يخص ندوة صحفية تخدمها عن بعض على الموبايل بعد ساعتين مش خطيكم بتدخلوا عضو ودقوا الباب كي يدخل صحفي قاعد نحسب في الفلوس ايش نقول له ولا نعطيكم انتم قربين الجنون خلي ياكلوكم ما تخافش يا شيخ كتبيته الاعلام العمومي الخاص المسالم في حق لمعارضنا كله تحت سيطرتنا قصدي تحت سيطرتك في حق التعليم زاد ما تصورش اللي شي هذا يخفى عنك بوس النعم أوامرك مطاعة طلباتك مستطاعة كنزم مش حتى نمسك يديك نسجد لك كنزم الفايدة في البحيم قصدي زينة حياة الدنيا بحيم هاو الفلوس ايش اسمه وصخ حياة الدنيا زهرة الحياة الفانية لا تعنينا وحب المتاع الذهبي لا يلهينا واحنا علاش عاملين تبرعات نحن عاملين تبرعات باش نعاون المساكين في الجهات ونقدموا لهم مساعدتنا وخاطرهم هما يتامى وفقراء ويستحقوا المساعده نتاعنا وهما من الفوق هذا الكل مسلمين وشنو موقفنا من القضيه الفلسطينيه؟ موقفنا من القضيه الفلسطينيه نحن نساندوا اخواتنا الفلسطينيين الذين يتم قتلهم ويتم تدميرهم ويتم تهميشهم في قطاع غزه ونحن ندعو لهم بالرحمه والسلام كل ليله مع كل صلاه منا ونحن ندعو ان التونسيين ان يعلموا ان ما يصير الان في تونس هو انقلاب ضد الدستور والديمقراطيه التي اجابها شبابنا في عام 2011 ونحن ندعو التونسيين ان يقاوموا ذلك ونريد ان نخبرهم ان نوفل سعيد لن ينضم الينا
سنبقى هنا. بيه 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 يا نجم تمشي. شكرا. الو وين كنا؟ تو انتم عندكم اكثر من 1400 سنه تدعيوا باش تنحالكم القمل ومازلتوا تمنوا بهالخرافات. الاسلام انتهى في تونس ولا رجوع الى الوراء. الاسلام السياسي سامحني مش الاسلام. عرفتي تتكلم ما خطوش صفين بعبد الله. ونقطه اخرى صفية، انت قبل كنت تتاجرين بالاسلام وكنت تدعو بين تونس بلد مسلم. مهم مش صحيح. انا انسانه لائكيه ونمن باللائكيه المسيحيه التي تتركز اساسا على القانون. وكيف اللائكيه تدينا؟ سامحني كيف اللائكيه تدينا؟ ليلي سامحني ما تغيروليش قولي، انا ما قلتش هكا. انا انسانه حدثيه وجاهدت من اجل حريه المعتقد، وانا توا عندي القدره باش اني نكفر ولا نسلم وقت ما نحب، وانت ما عندكش الحق باش تدخل في الامور هي. توا سامحني على كلامي سيده صفاء، اما توتي تجي البلاتو وتكفر نص من التونسيين وبعد جي تدعو بأن دينا غلط وتقول لي هو مجرد معتقدات خرافات، بس بالنسبة لي نعتبره ذي تدخل في المعتقدات الغير مش لائكية. نتعلم على خاطركم ما تمنوش بالعلم الحديث، ولولا الحدثية لكنتوا توا مازلتوا تاكلوا بيديكم وتمشيوا على الخيول والرجال باش لغمهم ومقرعين انسي بالسفيسر والملية وكان ريحة المدرية عاتية مسد. واللي يخذلكم حقكم ويختصبكم تستقبلوه بالبن والرايب وكان لازم تذبحوه. هالجيش كي نالكم قبل ما يجيوا الخونة زيكم اللي بيعونا الاستعمار، هل كنا نتكلموا؟ قبل ما يسبب الخائن في فلس البيت المال في وقت البيات، ولو الخائن في البيع على منصبه، هل كنا نتباكوا؟ هل كان فما نفس الفقر والبيطال العالم اليوم؟ نفس العنف والجريمة العالم منه اليوم؟ نفس الانعدام الأخلاقي العالم منه اليوم؟ مش هدي دوكين على القمر؟ القمر نحا بورقيبة مش التومة، وحتى في حاجات بورقيبة في حاجات تتفقوا وفي حاجات أخرى متفقوش وتقعد تجهي دي نفسها. وينهم الرجال السناديد اللي كانوا يدافعوا في الأجبال ضد الاستعمار؟ جبين ما نحكيوش عليهم في الكتب المدرسية؟ وإذا التومة اللي وليتوا تقتلوا فيهم وتقتلوا في الجيش وتنشروا في الإرهاب، تقولوا تنشروا في السلام، لأي مسلمين حق خطيكم تصفوا حدثيين ناس كل تقول استعمار وفي أحنا في تنبك الاستعمار، في قوية ناس لعبوا بكم إلى شبعوا في قرى في أولادكم بحبل مقاومة كتفوهم بسيف العدالة مسخوهم صبوا عليهم النار بدم الشهادة مسحوهم هبطوهم صرخوهم وتحت التراب غطوهم.